شوف احنا برسك مصنفين رانا من الزواحف ود عمي، راه ماناش بشر، احنا مصنفين من الزواحف. ماشي بجاه ربي منهم اللي ولا عايش حمل لك 48 سخانه و50 سخانه بجاه رب، كان الزواحف واش قابلك بجاه رب ود عمي؟ هذيك الريوس كبار اخويا حناني تحب تطلع وكذا، ما يماشي في الغير وش وراه. اخويا حناني انت قاعد هيا جا هاك 50 هاي انتخبني هاي كذا، الدنيا كلها هيك ولت مرشيه، الريوس الكبار هي اللي تحكم في البلاد راهي تو، ما عندهاش حتى حل، منو باش يجي يعطي 50؟ ما الريوس الكبار مسيطر على البلاد ولا تو، هذا هما يطلعوا ما يهمهمش في اللي وراهم وش يتحطم وتكسر، وعندهم صغار ما عندهمش عائلات ما يهمهمش، عطيك يطلعوا هم بركه في البلاد. مهمش قال له مهمش فت شفته مرحله المهمش، مهمش برو ماكس ودي مهمش شنو هو راسو خي هذا مهمش برو ماكس فهمت هذه صي استاج الوحش ود عم يا ودي هو على مراد الله وش نعم ما له الا تونس يا خويا نحبه وسيقي السعيد ان شاء الله يطلع علينا ويجينا ويشوفنا احنا واش قاعدين نعاني واش قاعدين صاير فينا هنا بطرف التمر اللي عندنا الفوق عنده من الزيتون ربي يبارك لهم شوف الصوم قداش ب 14000 لتر واحنا عندنا الدقله اللي هي دواء هذه شوفها للمراه للنفس وللدواء للمريض وللشايب الكبير بدينار بالفرنك في رسمه ليه هيك اخويا نطلبه من رئيس الجمهوري يجي يطل ما فيها باس الكرهب عنده والمازوط عنده وكل خير كل عنده اخويا نطلبه من رئيس الجمهوري يجي يطل ما فيها باس الكرهب عنده والمازوط عنده وكل خير كل عنده شوي على الجهه اليوم جهه شنو ينقصها اليوم الشباب شنو ناقص شنو يحب اليوم الشباب وانت شاب احكي لي ناقص برشا مشاريع وناقص برشا حوايج الف الف حاجه في حاجه ناقص احنا عندنا وشي عندنا وشي هيك عباد تمر نخدموا عليهم يكملوا هم مشينا ارواحنا فهمت معناتها اليوم الشباب الجهه مربوط كيف بالتمر مربوط كيف بالموسم تاع التمر هكا عندنا مواسم عندنا ضايع موسم واحد موسم تمر موسم جاني تمر وبعد طولة العام كيفاش تعملوا طولة العام حسمح لي قالوا راهي تحبس البلاد كامله عندنا حتى حاجه شوي مسحه نخدموا شوي نحركوا عندنا خلوا كو نستنوا في كعبه التمر هذيك اللي تجي كي تجي يزيدوا يبخسونا احنا نمشوا على روحنا نتعفسوا نمشوا في العفس يمشي كان الصحيح يهز تمر احنا بالرخص ويهزه ويمشي بالصحيح فوق وصلاة النبي ليه ولد عمك مك صراحه نحكي معك نحبك تجاوبني بكل صراحه باه باه انت تو كي تهبط لتونس تعمل دوره في تونس ترقى التمر نتاعك اللي انت نحيته ترقاه سامحني هذاك ب 10015 شنو تحس؟ خذ عندي انا ب 2000 فرنك وبدينار صارت ما صاير انت حظ مشيت له انا السيد اللي بعت له انا تمري بعته بقد ايه؟ بدينار قداش تلقى في بيع؟ ب 89000 فرنك وب 10000 شي منطقه ذا هل 500 كيلومتر نطلع انا خيل ما يخلوكش كسروك الفوق على خاطر ولد بلاد هو اللي يبيع الفوق بالصوم هذاك والله حبيبي ليه هيك نمشوا كاف العفس اليوم مازالت الاكتافات ومازالت المعارف تقضي والله كان الاكتاف ما ثمش الاكتاف حكايه فارغه قسما بالله الزوالي يمشي في العفس والله يا حلال يا ببرح انا قبيك سمعت شباب يقول لك رانا فدينا تخنقنا ما عادش حتى التمر كرهناه حتى ارضنا كرهناها نحبوا نخرجوا من هالبلاد وكهو نتنفسوا باي احنا تو نتنفسوا باي فهمت يلزمنا حل اكيد الناس كل كي نقول لك العباد الفوق حرقت احنا نخرجوا من عقولنا انا فهمتني ولا على خاطر ما عندناش مولد رزق كان هذا يا بعد هو وربي بعد التمر ما عندنا حتى حاجه في الدنيا دي وزيدوا هم يعفسونا كما قلت لك اكبر حرام عليهم وانا ربي في الوجود وما نشوف سامحينهم راه المسؤولين اللي يتفرجوا فيك شو تحب تقول لهم قبل كل شيء جاكم شي مره مسؤول للجهه هون جاكم شي مره معناتها مسؤوله كي كبيره كي للجهه مسؤول اللي يجي لهنايا انتخابات وهو صوت لي وتعدى على روحك ما ثم حتى حاجه فهمت اخويا هذا اللي صاير توره هذا ما نقول لك انا تو فهمت سي قيس سعيد نقول لك حاجه واحده سيدي الرئيس اخويا طلع لنا لهنا عمل لنا حل زورنا كي تجينا انت تفهم كل شيء شوف المشاكل اللي قاعدين نعانوا فيها تو بالنسبه لنا في 2023 كي نعانوا في معاناه زرقاء انا راني تعمدت بالعاني باش نجي هوني بالذات حبيت نحكي مع الشباب يزينا من الكبار ويزينا ما كانوا خبه سياسيه نحبوا الشاب اليوم نحبوا كلمه خارجه من القلب بالحق يقول لك انا تو في عمرك هذا شنو كون شنو عملت ما عملت حتى شيء بالنسبه لوقتنا تو قاعدين يا سيدي قلت لك انا بالمرحله ونص الماء ما نشربوش فهمت تسعه توصل العين وما تشربش يعطيك الصحه هذاك هو
تخمم باش تعمل دار، تخمم باش تعرس، تخمم معناتها معظوم نعمل دار ونعرس. كي نعيش كراي يسمى بابا البي. والله العظيم. قسما بالله. يا ودي روى الله غالبك هو حبيبي. ربي ان شاء الله يقدر خيرك هو. وان شاء الله كل ان شاء الله راهم سمع اصواتنا. وسي قيس سعيد ان شاء الله يطلع علينا ويجينا ويشوفنا احنا واش قاعدين نعاني واش قاعدين صاير فينا هنا. بطرف التمر اللي عندنا، الفوق عنده من الزيتون وربي يبارك لهم، شوف الصوم قداش ب 14000 لتر، واحنا عندنا الدقلة اللي هي دواء هذه شوف فيها. للمرا للنفس وللدواء للمريض وللشايب وللكبير. بدينار ب 1000 فرنك في رسمه. ليه هيك؟ ياسر ما يجيش كيمك. توا كما حكينا قبيليك شهرين ويوفى كل شيء، شهرين يوفى الموسم تاع التمر به وبعد به وبعد انت واحد من الناس انت بعد كشاب شنو تعمل بعد شهرين هذوما شنو كيفاش تعدي نهارك شنو تعمل؟ نعدي نهاري قلت لك على اعصابي ماذا بيا راه يقعد هذا على طول العام هنا باش الاخر ما ذمش كالقهوه دار ما عاد شيء فمش مواطن شغل اليوم فما شيء هما فشلونا نخدموا 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 هما فشلونا بالنسبه هذوما فشلونا حاجه واحده هذوما بركونا فشلونا عندنا هذا كون جاي يطلع لنا الصوم شوي يطلع لنا اي كل تخدم بعضها يعطيك الصح تو ما عادش نخدم ما عادش النجار يخدم الززر يخدم البناء يخدم مرة ماجي عامل يومي كل الناس كل تخدم مربوطة بعضها نخدموا المسحة فلاح كبار كبار جريدية معروفين ابدا من وليتوزر وانت هابط النفط الحزوة هو اللي يقول لك على اهل الجريد يقول لك متى اصحاب نكته يقول لك دمهم خفيف معناتها روح مخفيفه يفدليك جيتوني نلقى متى سيح يرحبوا بيك يرحبوا بالضيف بتبيعه اما تلقاها كلها فايده كلها معي معاش على اعصابها ولا عباد عايش على اعصابها سيزوك يا ظنور ما شوف البلاد كيش مصلي على النبي تلقاها عباد على اعصابها تخمم في الحرقه ولا بصراحه بالنسبه لي قبل غدو انايا وعائلتي يس انايا وحتى امها نهزها معايا غادي نخليهاش وحدها الدرجه هذه وصلت الدرجه هذه وصلت الله علموا دي باش نعلمش الناس كل كما كنت نحكي قبيلك كما كنت تسمع فيا انا اليوم حبيت نعطي الميكرو نتاعي للشباب اليوم حبيت الشباب يحكي اليوم حبيت شباب الجهه نفطه كي يقولوا النفطه نقولوا الجريد نقولوا التمر نقولوا معناتها اهل الكرم واهل الجود اليوم الشباب الجهه شنو اللي ينقصوا انت كشاب شنو ينقصك اليوم في المنطقه هذه خويا حناني والله تنقصنا برشا حاجات تنقصنا كما قلت لك يا خويا حناني تشوف فينا جوك تشوف عباد معناها على ما لقيتش بها وين ولات التمر باش تلقى فيه حوايج تنحي تنحي معناها تنحي في العراجين باش تطلع شوي معناها في الكونتيتين تاع التمر باش تبيع معناها تسترزق برشا حوايج مخير وكذا وحتى معناها في صورة ما الواحد حتى في ما صورة الواحد مثال يحب يبيع ولا حكاية يجيه الغلال كذا يا خويا يبخصه في الصوم كذا بعد ما يعاود يبخصه وكذا في الصوم يعاود هذاك يقول لك لا ماذا بيا معناتها حاجه ما خير يعاود يرجع لنفس الغلال يزيد يبخص ما اكثر ويطيح له في الصوم ما اكثر يطيح له في حق الشطر نتاع الصوم اللي عطاه له فهمتني ولا وبعت ولا ما بعتش هذيك فهمت ولا يزيدوا يبركوا عليه اليوم معناتها بلاد هي سيح تاع التمر والشباب اليوم مربوط بالتمر حبس التمر يحبس الشاب هكا هكا بالنسبه لنا احنا بلادنا الكل هيك بلاد عندنا حاجه واحده قال الواحد نسترزقوا منها اللي هي عندنا كانت تمر نتاعنا يا خويا كان ما فماش تمر معناتها ما فماش ما بعناش بصومه ما سمحه وكذا لمن عاد تلقاه معناها حالته سمحه معناها في البلاد الكل راهي طايح الكل الناس كل طايحه النيفو راهو نيفو واحد كما تشوف في النجاره كما كذا حتى النجار في صوره ما باش يحب يخدم والكل الكليون الزبون اللي عنده معناتها ما عندهاش باش يخلصه في كذا في حق اللي يخدم له البناي كيف الناس كل تحبس واللي ما عادش عندنا خدم معناتها خاطر في الجنوب اللي هنا كيف ما معروفه كم دقلتها راه في لا انا هوني نقول لك ليه مش معروف كم دقلتها بالعكس معروفه بناسها برجوليه ناسها نقول لك جنوب اهل الكرم والجود هوني ما عندكش تاكل هوني ما عندكش وين تبيت تسكن هوني بالرغم معناتها الظروف اللي يعيش فيها اليوم هوني الشباب بالعكس ترقك الضحكه والفرحه ويرحبوا بيك ولكن زاده كما نقولوها احنا وقفت الزنقه في الهارب سيه اليوم الشباب تخنق اليوم الشباب فد اليوم الشباب بالحق ايس صحيح هذا ولا صحيح تو يدي العباد الكل هيك ماذا بها حابه تشج من البلاد هذه ما عادش لاقي فيها الواحد حاجه يدي كون يلقى معناتها الواحد خيط معناها وكذا ويدبر تفتوفه 3 ملايين حرقه تعود بخمسه تفتوفه 3 ملايين العباد الكل ولت تحب تفد معناها فدت العباد حابه تخرج منها انا هوني باش نسالك السؤال يسالوا فيه ناس الكل تقول لي 3 ملايين 4 ملايين حرقه نقول لك تعمل بهم مشروع في بلادك وتقعد في بلادك خير شنو تنجم تقول لي كي انا نقول لك هكا تو ايه وش يعمل لك المشروع هذا اخويا حنا 4 ملايين راهي ما عادش وصلك شي خطوه لقدام راه
اعطيني المشروع هذا يا اخويا، يدي اقل مشروع لهنا في بلادك ب 50 مليون راهو صاحبي، 50 مليون من عجيبه اخويا حنان. هذيك الريس كبار اخويا حنان، تحب تطلع وكذا، ما يمشي في الغير وش وراه. اخويا حنان انت قاعد هيا جا هاك 50، هاي انتخبني هاي كذا، تديني كل هيك ولت مرشيه. الريس الكبار هي اللي تحكم في البلاد راهي تورا اخويا، هاي 50 وبرا ذاك 50 يلقى صغارها وكذا، فهمتني ولا ما عندهاش حتى حل. منو باش يجي يعطي 50؟ ما الريس الكبار مسيطر على البلاد ولا تو هذا، وهم يطلعوا ما يهمهمش في اللي وراهم، وشي يتحط متكسر وعندهم صغار ما عندهمش عائلات، ما يهمهمش، عطيك يطلعوا هم بركه في البلاد. كل شيء جاينا من برا، معناها ادخل اي عطار اي كذا، اي عطار يخطر في بالك تلقى كاين سلعات زيريه كذا. اليوم كي تعمل دوره في العطريه هوني ترقى زيت زي، ترقى حليب زي، معناتها ترقى كل شيء موجود من زي. يا دي تو نمشي لاي عطار عندك الزيت نتاع الجزائر يقول لك موجود زيت تونس، ما فماشي حليب هاي اخويا حناني نبيع لك بالياغورت. يا دي معناتها هذا بيع مشروط معناها ينبيع لك بالياغورت يا لا. يا دي معناها ما واللي ما عندهش وكذا وش باش يدني صاحبي، ما عندك الحق بك وحليب وش باش يعمل، يبقى من غير حليب معناها. اما الحمد لله راه ديما عندنا الناس السمحه اللي هنا في نفطه، راه عندنا مش معناتها نحكي لك على العطاره راهم، لا بالعكس راهم العطاره نتاعي باهيين على الاخر، والله راهم باهيين زي ما يخلوش العابد هكاك جعان. في الاخر كلمه ختام شو تحب تقول؟ كلمه من قلبك حباب الحق. يا اخويا حناني ماذا بينا احنا كما قلت لك ان شاء الله الرئيس قيس سعيد هذا يهبط ويزورنا في البلاد اللي هنا، يحسن لنا الامور اللي هنا نتاع الدقله وكذا وكل شيء. اليوم خلينا نحكيوا شويه على الجهه، اليوم خلينا نحكيوا على ولاد الجهه، اليوم خلينا نحكيوا على المناطق الحدوديه، واحنا معناتها بالضبط تبعدنا 50 كيلومتر على الجزائر، معناتها خلينا نحكي شويه على شبابها اليوم. شحويلكم بالحق شحويلكم؟ والله يا اول حاجه يعلم بينا كان ربي سبحانه، فهمت كيفاش؟ جهه تهمشت برشا اخويا زباهي، الجنوب وين ماشي في النقص، فما بلايص قاعده وين ماشي وتقدم، بلايص قاعده تزيان، وبلايص قاعده تتحسن تتطور تتحضر، لكن هنا نجي نشوفوا مثلا نفطه ولا توزر ولا قبلي ولا الجنوب بصفه عام قاعد يتهمش بكيفيه غريبه. ونمشوا زادك اللي نقول احنا الخيرنا ماشي غيرنا، الخيرنا ماشي لغيرنا، احنا يعلم بينا ربي عباد تزقي وتفلح وسخانه توصل 48 63.5 في الشمس 48 في الظل، معناها الشباب قديش باش يتحمل جهرب؟ قسوت كل شيء، قسوت المعيشه في 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 في, في الجنوب، في معناها قسوت الحياه في الجنوب في 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 تونس بصفه عامه. زيد حاجه اخرى كتشوف احنا براسك مصنفين رانا من الزواحف الدعمي، راه ماناش بشر، احنا مصنفين من الزواحف حشي بجاه رب، منهم اللي ولا عايش حمل لك 48 سخانه و50 سخانه بجاه رب، كان الزواحف وش قابلك بجاه رب ودعم وعباء وعقارب وحشاكم وهم ازرق وعباد تزقي. اخويا نطلبوا من رئيس الجمهوري يجي يطل، ما فيها باس، الكرهب عنده والمزوط عنده وكل خير كل عنده، يجي اخويا يطل وشوفنا. الشباب اليوم مهمش مهمش، ايه قال مهمش فتها، شفتوا مرحله المهمش؟ مهمش برو ماكس ودي مهمش شنو هو؟ راسو خي هذا مهمش برو ماكس، فهمت؟ هذه صي ستاج الوحش ود عم يا ودي، هو على مرض الله وش نعم، ما له الا تونس يا خويا نحبه.